السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت الله شيخنا أن أريد منزلة الإمام السيوطي في علم الحديث من ناحية التصحيح والتضعيف، ومن ناحية الكلام في الرجال والعلم، ومن ناحية مؤلفاتهم الألفية وشروحها على كتاب السنة. والله بعد تتبعي لقراءاتي وبعد تتبعي لكلام السيوطي أراه فقط في المصطلح في الألفية أجاد إلى حد كبير، ما وراء ذلك لا أجد عللا كلاما قيما في العلل، ولا أجد تحقيقات قوية ولا تدقيقات قوية له في علم الحديث. فهو الذي أجاد فيه في كتابه تدريب الراوي. طب شروحي على السنة خفيفة، ما تنم عن تبحر في العلم، الشروح واسعة له أيضا في هذا الصدد. أخي الشيخ، هل هناك تحقيق لسنة النجا وشرح له؟ لم أجد للآن، طبعا تعرف البوصيري وكلامي، لكن عموما لم أجد شيئا مستوفا الآن فيه. السلام عليكم.